إدها مدير الشرطة القضائية في هذه الأثناء حول قضية مقتل الشاب جمال بن إسماعيل رحمة الله عليه في الأربعة نثرة. طبعا سيكشف حول ملابسات هذا العمل الإجرامي الشنيع، وكذلك مختلف المعلومات حول هذا العمل الإجرامي. إذن في انتظار بداية هذه الندوة الصحفية لمدير الشرطة القضائية طاهر في الصورة حول قضية مقتل جمال بن إسماعيل في الأربعة نثرة بولاية تيزي وزور. طبعا في انتظار بداية هذه الندوة الصحفية التي سيكشف من خلالها ملابسات هذا الحادث الإجرامي الشنيع الذي هز الرأي العام الجزائري. طبعا كما ننتظر أن يكشف عن مختلف المعلومات وملابسات هذا العمل الإجرامي الذي أودى بحياة الشاب جمال بن إسماعيل بمدينة الأربعة نثرة بولاية تيزي وزو. إذن مشاهدينا في انتظار انطلاق هذه الندوة الصحفية لمدير الشرطة القضائية بالعاصمة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مواصلة للتعليمات النيابية الصادرة عن السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة الأربعاء النيثرةً الناصة على فتح تحقيق حول ملابسات قضية اغتيال الشاب بن إسماعيل جمال بمدينة الأربعاء النيثرةً بولاية تيزي وزو، الذي تتقدم المديرية العامة للأمن الوطني بتعازيها الخالصة لكل عائلته وكذا عائلة ضحايا الحرائق التي مست الولاية وبعض مناطق الوطن. وفور ذلك قامت المصالح الخاصة للمديرية العامة للأمن الوطني بفتح تحقيق في قضية القتل، حرق وتنكيل جثة، تحطيم أملاك، وانتهاك حرمة لمقر الأمن، حيث أفضت النتائج إلى ما يلي. الضحية المسمى جمال بن إسماعيل كان متواجداً بمنطقة الأربعاء نينتيرة رفقة شخصين آخرين على متن مركبة سياحية، وعند علمه بأنه محل شبهة من بعض المواطنين باتهامه بقيامه بإضرام النيران، تقرب من دورية للشرطة المتواجدين بعين المكان التي اقتادته إلى مقر أمن الدائرة، غير أنه وبوصولهم وجدوا المقر محاصرا من قبل حشد كبير من المواطنين في حالة هستيرية مشحونة لم تسمح لهم بالدخول إلى المقر. في هذا الشأن معظم المشتبه فيهم في هذه القضية تم إلقاء القبض عليهم، ويبلغ عددهم إلى حد الآن 36 شخص مشتبه فيه، من بينهم 3 نساء، من بينهن الإمرأة التي كانت تنادي وتحرض على ذبح الضحية بعد حرقه. المشتبه فيهم شاركوا بطريقة أو بأخرى في ارتكاب الجريمة، من بينهم الشخص الذي قام بطعن الضحية بالسكين، حيث كان يرتدي قميص أسود يحمل علامة XL، وكذا من قاموا بحرق الضحية والتنكيل بالجثة. البعض من الأشخاص المشتبه فيهم حاولوا الفرار على غرار الشخص الذي قام بطعن الضحية والذي تم إلقاء القبض عليه وهو يحاول الفرار إلى دولة المغرب. نحيط علماً الرأي العام أن مصالح الأمن الوطني كثفت تحرياتها وتعمل على توقيف كل من تبقى من شارك في هذه الجريمة الشنعة. فيما يخص عدم استعمال قوات الشرطة للطلقات التحذيرية، تساءل الرأي العام عن عدم لجوء قوات الشرطة إلى استعمال طلقات تحذيرية خلال تواجدها في مواجهة الحشد الكبير. أمام هذه الوضعية أسدت القيادة العليا تعليمات صارمة بعدم استعمال طلقات تحذيرية،
تفاديا لأي انزلاق أمني خطير، وهو ما كان تصب إليه بعض الأطراف المعروفة بعدائها للجزائر في محاولة لتفجير الوضع بالبلاد. كما نحيط علماً الرأي العام أن قوات الشرطة بأمن دائرة الأربعاء نينتيرة كانت مقسمة إلى 3 أفواج عمل، بينما كان الفوج الأول يشارك المواطنين في عملية إخماد الحرائق المشتعلة بغابات المنطقة، كان يعمل الفوج الثاني على تأمين وإنقاذ شخصين اللذان كان يشتبه في تورطهما في إشعال النيران، حيث كان يتواجدان بداخل مقر أمن الدائرة، في حين الفوج الثالث المتكون من 4 عناصر شرطة كانوا على متن سيارة المصلحة، وقد تم محاصرتهم ومهاجمتهم من قبل حشد كبير من الأشخاص في حالة غضب وهستيريا عالية. في هذا الصدد نوجه تحية لقوات الشرطة التي التزمت بضبط النفس وتحلت بالرزانة والتحكم في الأعصاب وعدم الانسياق وراء الاستفزازات، مبطلة المخططات الإجرامية التي كانت تسعى إلى تفجير الوضع. في وسائل الإعلام تصور ماذا كان سيحدث لو استعمل عناصر الشرطة طلقات تحذيرية وسط جو جد مشحون. بخصوص حيثيات التحقيق، نحيط علماً الرأي العام أن مصالح الأمن الوطني وفي وقت قياسي تمكنت من إلقاء القبض على المشتبه فيهم من خلال تحديد هوية المتورطين بالأدلة الدامغة والقرائن، في انتظار إلقاء القبض على بقية المجموعة وكل من شارك في هذه الجريمة البشعة. كما تتوجه المديرية العامة للأمن الوطني برسالة تقدير للمواطنين الذين شاركوا فيديوهات عبر منصات التواصل الاجتماعي ساهمت في كشف المتورطين في الجريمة، حيث كانت مساهمتهم جد مفيدة في التحقيق. كما نعلمكم أن كل هذه العمليات تتم تحت توجيه وإدارة الجهات القضائية المختصة. هذا ويبقى التحقيق متواصل من قبل مصالح الأمن الوطني، وأي جديد سيتم اطلاعكم عليه في الوقت المناسب. والآن نعرض عليكم فيديوهات تتضمن اعترافات للمشتبه فيهم، وشكرا. معناه محمد وليد عمي ثم وليده ثاني، كاين مراد بالمدني عمري حامي شويه دا وسيد حبط من كليو، حبط من كليو فات قدام السلطة طب وراح بالمجيك رابع خواسين هذا اللي حبط كي حبط راه فات صاشي في يدو ودايس سكيزي باسي بشوية هكذا بدا البلاصة اللي كتحتاجش حبط مورال هكذا وكي دوز شفت كليو 43 راه كبير في زوج الدار كليو 43 دار مارشاريا كي دار مارشاريا قلت له عندك بزاف دار معاكم ودي مرة ورا دخلت البيت دخلت كلش مرتاح انا ما نسيت حتى الباب قالوا لي الله شوف الى هذا اش معاك النور في تما يعني بزاف وتشوفوا ديجا متصور انا شفتهم في الفرايز السوسيو لي ريزو سوسيو اللي عرفوا اللي نعرفوا اسم نواتهم ديكلاريت خدت عند السيد كما يقولوا سقسيتو باللي تعيش شوف كاش ما تقولش معاه على اسمانا تعبيرا وقال لي الكارت دونتيتي تاعي قلنا حوستها باش رفدتها كي رفدتها وزدتها في البورتال تاعي كون انا صريح في كلش كي حبط انا ما بغيتش باش واحد يخطف عطايا خاطفوهم لي من بعد كارت دونتيتي بيوميتريك قالت لهم الاسم تاعك قلت لهم اسمعوا سي بو قلنا الاسم تاعو خلوا دوكا السيد يدونتيفيوه مع لا بوليس لو مون فامي ولا مش كيف قال لي بصح البرينونس مش كيف قال لي جامع جو روغرات
du départ. J'ai pu bien faire. Je suis en train de bien J'avais une intention. Je ne voulais pas réellement laisser faire la destruction de notre pays. Moi, je suis un fils des condamnés. Donc, mon tâche de jouer à des harabes, de voir des personnes. Je vais me mêler, je vais l'encourager. Moi, je voulais, mais vous n'avez pas été dénoncé. Là. وصلنا ماشي الاربعه وصلنا العزوزه جواها اربعه وانا كنت ندير اللايف
دورت التليفون عندي باسكو التليفون كان هكذا لهيه ولي دورت عندي وقلت له شوف ها هو السيد اللي حرق او محرقه انا انا كي درت لا فيديو عرفت بلي غلط ديجا سو بلاص ما محسيتش بلي راني درت حاجه ماشي مليحه فهمت مي ابار كيلك كيلك زور دو زور باغ زور حسيت بلي درت حاجه ماشي مليحه قبل كاع ما يوصلوا لي في الاخر والاخر قبل ما نعرف بلي لاخوطو هذي كان مشات وخرجت عرفت بلي درت حاجه ماشي مليحه انا جي سي نسوبريمي لا لا ستوري مي ما سوبريميتهاش حتى قدام نقول فات دو زور ولا طرو زور دو طون باسكو كيما حسيت بلي درت حاجه ماشي مليحه من هذاك اللي معايا كان يكون يدخل في الفيسبوك قال لي الله عاوك انا نقول لك بلي السيد هذاك ماشي هو المهم الناس اللي تما ما عرفتهمش كان واحد وجوه غريبه وما عرفتهمش كاين الناس ما ماشي مهم تلقاها في الاربعة ديالك شوف انا كي ابغي كي حسيت بلي حاجه سرطان وليت نشوف السيد اللي عيطني وقال لي اي نروحو ضربوا بيناتهم قلبوا هذيك الطوموبيل بعد جات لابوليس كي جات لابوليس داو الزوج هذو تسمى سي فورم هذوك الزوج اللي داو حكموهم تحت البوليس عادي فهمتني نقول لك بعد داروا لهم لا بروتيكسيون تاعهم والطوموبيل هذا اللي مات الله يرحمه وسع عليه جابوهم لابوليس دار الفلوس قلت له كاينين سي فورم وسلموا لي راهم يقولوا بلي هذا جاو بالطوموبيل سون ماتيريكول وقلبوها دايور هذا واش دار لنا حشاها لا في حاجه لنا حشاها لا في حاجه قالوا صحيبو كوبي 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 عليهم ديجا هذا لاعب تاع رايح رايح كاع عليه راك تشوف كيفاش جو صغير طوح تباصي هو واش دار لاحها في لي روزو سوسو كنا في بار عندو واحد 17 18 في بار كنا خاوة هذوك ماشي من هنا باينين براني باسكو انا نصحاب لاعب كاع معروف كاع بيناتنا هذا يعرف فاطمه اليوم كي ولد سيدي تجي في بلاصه من هنا ها بلاصه يدير فيها ولا يدير اسمها قد الله يدير قد الله عبد الناصر اسمها بلاصه تاع بلاصه هذيك بلاصه تاع بلاصه وي كاين قول لي بلاصه تاع بلاصه ماشي كيما نحطو السين فوالا براسك في لي زونفير وهذا صح ومن بعد كيوريوزيتي كي بدا يديروا لنا فيديو انا ديجا جيت رونتار جيت وقفت شتي ما راك الوقت نتاع هكا هذا اللي زاد اللي دير لك فيديو انا وقفت هنا على رونتار ما خصو شفت كيفاش طلعوا عندهم ما خصو واش كان يحكي درنا له لقينا عنده قاعه ليسونس ولقينا انفو انفو كيفاش نقولوا انفو كارني انفو كارني ومن بعد طحنا عليه سبنا وحنايا رجعنا له السبان وطحنا عليه قلبنا طوموبيل قلبنا هما طوموبيل ومن بعد الزوج داو من لابوليس وهذاك السيد حكمنا ومن بعد نحاولوا مع لابوليس ومن بعد جينا تبعناه باش نحيو لابوليس انا الميساج اللي كان على سيدي العدله يا خويا انطلق السماح اذا غلط عند ربي اذا غلط بالكلمه ربي يغفر Où je n'ai jamais fait quelconque crime dans ma vie. Maintenant, quand je suis dans le rachet des bords, où on a dit, il se trouve les achats 86 fois par an direct. ومن بعد كنت ندير فيديو تجي واحد معايا
يجي واحد ورايا دار لي هكا التليفون. جا له تاع 23 قال لي عقيل شغل هكا يا عقيل وهنايا توجعني دخل هنايا يدو. قلت لابسه هذا نجي على بالي بلي مشاكين فينا بلي حنايا عرب ولا كش ما يدينا باسكو. صاحبتي كي سقسات السيد قالها جميع عربي يجي لهنا يتحرك هكا قلت لها خلاص هيا روحوا فهمتني. ومن بعد كنتي جايه واحد اللي جا منا كاع شغل يهضروا بواحد لافاسون برد شويه فهمتني. يهضروا بواحد لافاسون تاع مشاكل فينا جوالي فهمتني. انا خفت مت وعندي فيديو وبدا نقول العرب والقبائل خاوه خاوه داخل مات شغل خوف فهمتني. شغل درت هكاك باش تهم او شغل درت هكاك خوف قلت نقول له ما عرفتش كيفاش انا رياجيت هكاك انا ماشي هكاك تمت كاع اللي رحت ان شاء الله كانت ما على باليش في الاخر كاع غلطوا كاع الناس بابا وحضر قال لك كانوا الناس غلطين الله يحفظ الله يحفظني في هذيك العذره اللي عطيتها انا والله العظيم ما كنت حاسبه زعما باش نوصل هكاك راح نبين كاع اللي رحت. إذن مشاهدينا كانت هذه الندوة الصحفية لمدير الشرطة